طيب نيجي بقى للناس اللي عندها طول الوقت الشر، اللي كمان زي ما بنقول كده هم مصدر بيشع سلبية طول الوقت. ده بينهم عن ايه في شخصيتهم؟ هو ده بيبقى سلوك مش صحي. بيبقى عندهم مشاكل سلوكية معينة. مشاكل السلوكية دي اللي هو بنعمل دلوقتي حاجة اسمها behavior therapy، cognitive behavior therapy، اللي هو CBT، اللي هي بتروحي لدكاترة كتير، خصوصا للأطفال، خصوصا للشباب، بيروحوا لدكاترة أو أخصائيين نفسيين علشان يساعدوا. ما بيبقى مش بنقول مرض نفسي، بس بنقول تعديل سلوك. تعديل السلوك ده يعني إيه؟ يعني أنا حصل حاجة غيرت لي حاجة في سلوكي، غيرت لي رؤيتي، اللي خلتني أتصرف تصرفات غير سوية أو تصرفات تضر اللي قدامي وتضرني. فده بيبقى مشاكل في السلوك. طيب مشاكل السلوك دي اسبابها كتير قوي. ممكن تبقى حاجه مرضيه، يعني حاجه خلل في الكيمياء بتاعت المخ. ممكن يكون تعرض للتنمر وانت صغير، تنمر عليك في المدرسه، تنمرت حد بيتنمر عليك في العيله، نوع من التنمر ده اللي بيسيء السلوك. ممكن يكون شدة وقوة في التربية من الأهل، أو ممكن العكس تماما، إن الأهل مش فاضيين يربوا ومش فاضيين للولاد، فبيحصل خلل في السلوك بتاع الطفل أو الشاب نظرا لظروف بيئية، ظروف عائلية بيتعرض لها. فبيبقى زي ما بنقول ايه، غصب عنه بيأذي، مش بيرتاح غير لما اللي قدامه يبقى تعبان زي ما هو تعبان. بيبقى شايف ان هو لما يعمل حاجة كويسة ده ضعف. بيبقى مفاهيم، معتقدات، ثقافات، خلل في السلوك عندنا.